الفصل الثاني، السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. دوام أصل دوام سؤال في قبرك إذا أنا تبوس كيجي. ما دينك؟ دين سشدة. تقول الإسلام ديني. تور طويتي إسلام بدين ده. يسألك سائل يقول هل أنت مسلم؟ أجي سكدر أن تبوس كي أنت مسلماني. تقول نعم أنا مسلم. تور طويتي بالكل أو مسلماني. ما هو الإسلام؟ إسلام سشدة. الإسلام أن تسلم وتفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. اسلام دي تويچه زان الله تتسليم كي والله رب العالمين دري وارد التوحيد اقسامه كي يوازي اوغني. المسلم لابد ان ينقاد، لابد ان يطيع الله ولا يعصي. مسلمان لازمي خبرش الله رب العالمين تمنقاد مطيع وداغي اطاعتك ونفرماني ونكي. يأتي وقت الصلاة دمانزو وقت رازي. رجل لا يصلي سلي منكي مسلم. مسلمان دي لابد تصلي لازم اغا منزوكي. ايضا الاسلام المسلم لابد يتبرأ يتميز عن المشركين. مسلمان بايد مشركين براءت إظهارك وداغيك منسك فرقشي. نعم المراتب الدين ثلاثة، الدين الإسلامي مراتب ثلاث درجات. الإسلام دين دري مرتبي دي دري درجات دي. الإسلام المرتبة الأولى. إسلام أولى مرتبة. المرتبة الثانية الإيمان. دريمة مرتبة إيمان. المرتبة الثالثة الإحسان. دريمة مرتبة إحسان دي. أركان الإسلام خمسة. ده إسلام بنزب بنادي. وأركان الإيمان ستة. ده إيمان شبك بنادي شبك أركان دي. والإحسان ركن واحد أو إحسان يو ركن دي. نعم والله أعلم. والله أعلم.